ثاني فيلم سينمائي ديال ديالنا الاخراج ربيع شاجد اللي هو المخرج ني 3 مليون من الانتاج سينيلاند. صراحه هذا الفيلم مغاير تماما لم ناحيه لي بيرسوناج الكاستينغ الفكره مغاير تماما من داكشي اللي شفنا قبل من 30 مليون. هذا رهان بالنسبه لينا، هذا تحدي نتمنى الناس يعجبهم، سورتو ك الفكره شويه مديكاليا ولكن كان انتاج ضخم يعني وضربنا فيه تماره، وكنتمنى زعما يحظي باقبال الجماهير. الدور ديالي هو دور سميتو حليم، هو حليم ومنير اللي هما واحد لي دوز ارتيست شويه مكلخين ولا توقع لهم واحد اللعنه في الكره الارضيه، يعني ما يبقاوش رجاله يبقاو هما يعني، والعيالات غادي ديال العالم كامل يقلبوا عليهم باش يعتقوا الانسانيه وهما ما على بالهمش. دونك هذه فكره عامه وفوالا، خلي المشاهد يتفرج. الدور ديالي هو حليم الاخ ديال مهدي، حنا دي فوجيبو كاين واحد قصه غراميه مع امل الاطرش، يعني كيبغيها بغيت تزوج بها، دونك كاينين مواقف كوميديه بزاف خليكم تتفرجوا في الفيلم. وي ولكن يمكن الاولى هي سلوى زهران اول مره، مي سكينه درابيل زعما فيتين لاقيين فيتين خدمنا دي بروجي انصومب، مي سلوى اول مره الصراحه. حنا اليوم كنتواجدوا في لافون بروميير، يعني حنا اليوم يلاه غادي نكتشفوا بحالنا بحالكم الروندو ديال هذا الفيلم. انا كنتنبأ ليه بصدى زوين عند الجمهور، ديجا ليكسبيريونس اللي قبل 30 مليون كللت بنجاح، توفقات الناس بزاف شافوها، البوكس اوفيس كان فريمون جاولوا الناس بزاف، دونك كنتنبأ ليه بنجاح وان شاء الله اللي حشمنا تاعنا تجربه جديده بالنسبه ليا في عالم الكوميديا. كنتسنى حتى نشوف الروندو ديالي في ليكران فوالا، تنسالي كل شيء تكون عندي اون ايدي كلير. الدور ديالي هي واحد البنت كبرات في كارتي مع دريس ومهدي اللي هما الجوج اللي بقاو في الكره الارضيه، جوج رجال اللي بقاو، هي واحد فيهم تيبغيها، هي واحد بنت كوكيت، بنت الشعب، ما نقدرش نوصفها واحد السميه، خصكم تتفرجوا مزيان وتشوفوا شنو كاين. اي فوالا دور جديد بالنسبه لي الصراحه، ولكن ما لقيتش بزاف ديال الصعوبات انني نجسدو حيت المخرج كان او رونديفو، لا سيناريست كانت خلى لينا الحريه اننا نتعاملوا مع الدور كيف ما بغينا، باش حنا نقدروا نتقمصوا لغه حيت الكوميديا كتجربه صعب من الدراما وصعب من الدراما بزاف. ديجا غير لفت انهم تقوا فيا صافي دير كو تانستالات واحد لا ريلاسيون زوينه بيناتنا، وابار سا حنا اليوم اوني دو تخي بون زامي، دريسو مي دي تخي بروفيسيونيل، عارفين راسهم مزيان شنو تيديروا، كيجيرو مزيان لا كارير ديالهم، كيجيرو مزيان لي بروجي ديالهم، اي فوالا جيتي تخي زونوري انني نخدم معاهم ونخدم مع المخرج ربيع شاشيت. انا مشارك في هذا الفيلم، هذا الدور ديالي هو دور معقد ومركب جدا صعيب، لانني لاعب دور ابكم ومعاق، وخصني نعبر بالوجه ديالي وبالعينين ديالي يعني ان شاء الله غادي نكون في المستوى وغادي نعجب الكل الحضور الكريم. وهذا شريط سينمائي جميل جدا لانه فكاهي، وحنا في حاجه ماسه الافلام ومسلسلات ومسرحيات اللي تكون فيهم الفكاهه، لان المغربي ككل او المغاربه ككل هما في حاجه للضحك، لان الفن هو المراه ديال المجتمع، هو كيناقش هذا الشريط السينمائي واحد المجموعه ديال القضايا وواحد المجموعه ديال الحلول، طرحات مشاكل ومن بعد منا كاين حلول. وانا سعيد بحضور تبارك الله الكريم الكثير اللي جاوا يتبعوا معنا هذا الشريط هذا. كيف غادي تشوفوا في الفيلم ما نسرقوا شيء الاحداث، يلا كنستعمل صبع في الشريط كله، ولكن كاين حضور وكاين فكاهه ان شاء الله وكاين حدث، انا كنعرض على كاع المغاربه بغيتهم يشوفوا هذا الشريط هذا. بالنسبه لا بارتيسيباسيون ديالي في الفيلم جوج ديال اللي انا فيه اليوم، هو بون سي اول تجربه ديالي في السينما، و سي ان رول اللي فيه لاكسيون ان شاء الله مختلف على كاع داكشي اللي درت قبل، ونتمنى ان شاء الله يعجب الجمهور ويكون في المستوى ديال التطلعات ديالهم. وهذه بالنسبه لي تجربه جديده وتجربه زوينه وجيسبيغ ان شاء الله تعجب الناس. الدور ديالي هو غيبدا به الاول فيلم، هو دور غامض، في ما فيش ديالوج بزاف، ما فيش اون فادير ديالوج، فيه لاكسيون، يعني غتشوفوني بواحد الطريقه
فريمون ديك اللعيبه ديال الله يحضر السلامه بنادم الجري والتنقاز المهم داكشي اكشن ديال بصح. ونتمنى ان شاء الله انا براسي والله الا باقي ما جبتش دابا بحالي بحالكم باغي ندخل نكتشف باغي نكتشفني نشوف شنو درت هادشي اللي كاين. الفكره طرح عليا بيان سور اتصلوا بيا دريسو مهدي ومن الاولين بيتو مع المخرج قالوا لي فوالا ما كرهناكش تكون معنا في هاد لافونتور وصافي شفت لو سيناريو شفت لو تروك قلت وي بوركوا با وعجبني ستون سورتو كو عطاوني واحد الفكره مختلفه يعني قال لي غادي بغينا نشوفوا الممثل حتى انا كان عندي دي زاباريسيون قبل ولكن بحال قلتي كنت غير كنغني ولا كنجي كندير غير الدور ديال السي مهدي لا فريمون سي اوتر شوز. عرفوا الجوج هادو انا واحد ليهم هو منير اش جيتو عاوتاني اش بغيتو اي لاف يو زريخه حتى شي واحد ما يقيس لي خويا انت اش من خوك هذاك جاب لي الله بحال كلشي حاقرنا انا بالي بلاصتنا ما كايناش هنايا اللي خصنا نكونوا فشي عالم بواحد تم العثور على اخر رجلين في الارض يدير خصنا البروفيتي كي خرجوا هادو منين شايد عليكم سكر سوا واحد ما يقيس ليا لي ستار ديالو لا لا دوبلون ويلي 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 واش عاقل على شي حاجه انا ما بقيتش عاقل على شي حاجه ولكن ما كرهتش كون بقيت عاقل